انتقالية قضائية. العدالة الانتقالية هي واحد المرحلة يتم فيها التداول والبحث حول قضايا الانتهاكات حقوق الإنسان، في ممكن مستقبلا أن تتم العدالة القضائية أو العدالة الجنائية، وبالتالي كل المرحلة ديال العدالة الانتقالية هي فقط للتداول، للكشف عن الحقيقة، لتقديم المعطيات ولجمعها لمعرفة مدى الانتهاكات وترتيبها من حيث انقلوا الانتهاكات ما بين الاختطاف القسري، ما بين التعذيب، ما بين القتل خارج نطاق القانون إلى غير ذلك. وبالتالي هذه المرحلة هناك تجارب بالعالم، لما قرروا العدالة الانتقالية منعوا الضحايا من تقديم الشكاوي للعدالة الجنائية. بالنسبة للتجربة المغربية كانت واضحة، هي اشتغلت على الانتهاكات الجسيمة وكشفت الحقيقة، لكنها لم تمنع ولا مرة الضحايا من تقديم الشكاوي إذا كانت لهم الإرادة في تقديمه. وكنا قد سجلنا شكايتين أساسيتين بهذه الخصوص من حيث الضحايا ديال الانتهاكات الجسيمة. إذا هذه مرحلة وهذه المرحلة. ثاني حاجة أظن بأنه التجربة المغربية فيها واحد المسار اللي هو تطور. المسار الأول هي اللجنة ديال التحكيم اللي كانت عملت فقط على بعض القضايا، وجاءت بعد ذلك بعد أن تمكنا بأن مع الضحايا ومع الجمعيات الغير الحكومية، فارتأينا أن الأمر يتطلب أكثر من التعويض ولا بد من كشف الحقيقة، فكانت قرار جلالة الملك بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على كل العناصر المكونة للعدالة الانتقالية. لما تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة أولا فيها كشف الحقيقة، فيها التعويض، فيها جبر الضرر، وفيها عدم التكرار، انطلاقا عدم التكرار انطلاقا من التوصيات التي قدمتها الهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تفعيل عدد كبير منها إذا لا أقول كلها، سواء دستوريا أو تشريعيا أو عن طريق الآليات أو للانضمام إلى الاتفاقية الدولية. إذا بصفة عامة نحن في هذا المسار. أنا قلت أنا أولا عملت موقفي انطلاقا من الاتفاقية الدولية ومن القانون الدولي العرفي. لما تكون هناك التظاهر غير سلمي ويعرف العنف بشكل حاد، وسنتقدم بتقرير في هذا الموضوع، صفة الاعتقال السياسي تسقط مباشرة في كل التجارب ديال دول العالم. وبالتالي المقالة الذي تقدمت بها لكرونيك في هذا الرأي أظن بأنه تم استيعابه بشكل جيد من الناس الذين لهم معرفة على المستوى الدولي، والناس الذين يظنون بأنه غير محق لهم رأيهم في ذلك. شكرا للتواصل الاجتماعي، ما تنسوا تديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.